Primary 5. Today we will start Unit 2. We have finished Unit 1 previous video. احنا خلصنا مع بعض الفيديو اللي فات conversation time بتاع Unit 1 كان اسمه ايه؟ هذا كام صعيد في المعسكر. النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض Unit 2 بالتايتل بتاعنا at the amusement park. At the amusement park يعني مس at the amusement park يعني في الملاهي. اتفقنا قبل كده قلنا at ده preposition حرف جر بيجي مع الاماكن الصغيره، يبقى الملاهي بالنسبه للبلد الكبيره مكان صغير، فهنبدا ب at في الملاهي. هندخل النهارده بقى الملاهي ما بتوين منى اند كريم، هنشوف بقى هم قالوا ايه النهارده بقى في لما دخلوا الملاهي. بص معايا بقى كده اهو، دخل هما الاثنين في الملاهي اهوت، شايفين اهو الزحليقه وكل انواع الملاهي. فمنى بتقول لكريم اتس سو هوت، اتس سو هوت، انه حار جدا. طبعا اتس هنا غير عاقل عايده على الجو. I am really thirsty، I am really thirsty، انا حقا عطشانه يعني انا عطشانه قوي. رد عليها كريم وقال لها مي تو، me too، وانا ايضا. let's get some juice، هيا بنا نتناول بعض العصير او نحضر بعض العصير. get هنا بمعنى نحضر مش بمعنى يحصل على. ده خد بالنا بقى في هنا رول مهمه جدا، ان اول لما تلاقي كلمه اسمها let's هيا بنا لازم يجي بعديها الفيرب في الانفينيتيف يعني في البريزنت من غير اي اضافات، ولا في اس ولا اي ان جي ولا في الباست، لا في البريزنت في الشكل المضارع بتاعه من غير اي اضافات، يعني انفينيتيف مصدر الفعل. واول الجمله اهو شايفين مي جت كابيتال وبعديها جت كوما وفي الاخر فول ستوب. خدوا بالكم بالحاجات الصغيره دي عشان سؤال بانكيت ويت. وليتس في ابوستروف هنا ابريفيشن لحرف اليو، في هنا حرف يو مستخبي عوضنا عنه بالاختصار بالابوستروف. ليت اس يعني هيا بنا نحن، اللي هي اس نحن، وفي الاخر اهو فول ستوب يعني الجمله خلصت. راحوا بقى عشان هم عطشانين يسالوا على نوع الجوس العصير، فقال لهم بقى عمو what kind of juice do you want. هنا يو جاي بروناون جمع، انتوا الاثنين انتم يعني انتوا الاثنين عايزين ايه نوع العصير. what kind of juice do you want. خدوا بالكم بقى هنا من الترتيب بتاع الكويستشن عشان هيجي لك السؤال بتاع الريارنج الكلمات مختلفه وانت هترتب الكويستشن لوحدك. يبقى what kind of juice do you want، هنا ده حرف الدي مش الجي، kind بالدي يعني انتوا عايزين اي نوع من العصير وعنده عصاير كتيره. ردوا عليه وقالوا له pineapple juice please، pineapple juice please يعني pineapple هنا بمعنى عصير اناناس، pineapple اللي هو الاناناس، please من فضلك. ولازم ناخد بالنا من الفول ستوب في نهايه السنتنس. بيفتح بقى كريم المحفظه بتاعته قاعد يقول I don't have enough money، ايه ده انا معيش فلوس تكفي ثمن العصير. ناخد بالنا بقى من ده اكسبريشن بيدل على ايه، اما يكون حد ايه تعجب، اكسبريشن بيدل على التعجب، بيفتح المحفظه لقى الفلوس مش هتقضي، فجه حاجه بعديها اسمها اكسكليميشن مارك عباره عن واحد صغنن كده في اخره فول ستوب او دوت يعني علامه تعجب. وجه بعديها شايفين اي كابيتال ازاي، لان دي كده اكسبريشن خلاص الجمله خلصت، هنبدا سنتنس جديده لازم يجي الحرف اللي بعديها كابيتال. اي دونت هاف انف ماني، ده انا معيش فلوس ايه تكفي ثمن الجوس. بقى منى قالت له ذاتس اوكي يعني ما يهمكش، لا ايه لا ما يهمكش ذاتس اوكي، اتس ماي تريت، اتس ماي تريت يعني هي تكون عزومتي. تريت هنا بمعنى عزومه. ذاتس اوكي اتس ماي تريت، ودول جملتين عملنا فول ستوب في اول جمله، بدانا كابيتال لتر في الجمله الثانيه، وناخد بالنا من الابوستروف اختصار از اللي حرف الاي هنا مستخبي، وفي الاخر فول ستوب. بعد كده بقى لما ادي حد حاجه اتفقنا قلنا نقول ايه هير يو ار، تفضل. لما ادي حد حاجه اقول له هير يو ار تفضل. رد كريم قال لها ايه بقى ثانكس الوت، شكرا جزيلا. ثانكس time that we have last year. Last year we have the conversation between سكر and سكرة. ناخد بالنا برضو من سكر and سكرة، في برضو محادثة كده ما بينهم شبه اللي خدناها دلوقتي في الاميوزمنت بارك. ايه بقى هما كانوا قاعدين هنا at home، وبصيت سكر بيقول سكرة ايه smells good، الله ده طعمها جميل البيتزا دي، what's for lunch انت عامله لنا ايه؟ قالت له لا we are having spaghetti، مش عاملين بيتزا عاملين سباكيتي، مكرونه سباكيتي. قال لها يم ماي favorite، فكان كلمه يم دي يعني طعمها لذيذ اللي خدناها في يونت 1 between هدى اند منى. قالت له ايه بقى سكر هير اتفضل، help yourself يعني ساعد نفسك بنفسك يعني كل الطبق بتاعك لوحدك. لازم ناخد بالنا برده من دي عشان ممكن تجي لنا جزء منها جوه الكونفرزيشن في الامتحان.
بعد كده بقى هناخد ليسون 2 اللي هو الوورد تايم. بص معايا بقى كده، الوورد تايم اللي هي الكلمات بتاعت يونت 2. درينك جوس، درينك جوس يشرب العصير. ايت كوتون كاندي، ايت كوتون كاندي ياكل غزل البنات. وين ا برايز، وين ا برايز يفوز بجائزه. جو اون ا رايد، جو اون ا رايد ركزوا بقى كويس جدا، فيرب جو لوحده معناه يذهب. جو تو يذهب الى. بصوا بقى لما غيرنا بروبوزيشن حرف الجر تو الى حرف الجر اون اتغير معنى الفيرب خالص، بقى معناه يركب مش معناه يذهب. يبقى جو اون غير جو تو، جو تو يذهب الى، جو اون معناها يركب، ارايد هنا مش معناها يركب، معناها الملاهي او العاب الزحليقه. يبقى العاب الموجوده جوه الملاهي اسمها ارايد، جو اون ارايد. شوفوا هنا الفيرب اتغير معناه بقى ناون، ا يعني وان اتفقنا قبل كده، وبيجي مع الاسماء. ما ينفعش اقول ا ويجي بعديه فيرب فعل، لا هنا ارايد دي مش فعل، هنا دي اسم بمعنى كل ألعاب الملاهي. يبقى go on a ride هيلعب كل ألعاب الملاهي هيركبها. go on a ride. see a show، see a show يرى عرضا. برضو هنا show لوحدها معناها verb يعرض، لكن لما جه قبلها حرف الجر a يعني ايه؟ اداه ايه؟ نكره بتيجي مع المفرد. ا شو، يبقى ا ما تجيش قبل الفعل ابدا. اول لما تلاقي ا جايه بعديها فعل تعرف ان الفعل دوت مش فعل، ده اسم. يبقى ا شو هنا معناها عرض، يرى عرضا. هاف لانش يتناول الغداء. قلنا قبل كده لاست يير سنه رابعه ان عندنا فيرب تو هاف، هاف وهاز لو جه بعديها اكل او شرب يبقى معناه يتناول مش يملك. هاف لانش يعني يتناول الغداء. باي تيكتس، باي تيكتس بيشتروا التذاكر عشان يروحوا يلعبوا في الملاهي. تيك بيكتشرز، تيك بيكتشرز ماسكين اهو الكاميرا بيصوروا الصور جوه الملاهي، بيصوروا الصور. تيك بيكتشر يلتقط صور. هنا بقى ناخد كويستشن بيقول لي لوك اند رايت، يعني بص على الصوره دي واكتب بيعمل ايه. بيعمل ايه كريم هنا؟ ها بيقول لي اكتب بقى بيعمل ايه. درينك جوس، هنكتب كده درينك جوس. بيشرب ايه كريم؟ بيشرب العصير، درينك جوس. طيب هنا بقى بيقول لي بيعملوا هنا ايه؟ eat cotton candy. هنكبر شوية كده الخط، eat cotton candy بيعمل ايه هنا؟ بيعملوا ايه الولاد البنات دول؟ eat cotton candy بياكلوا غزل البنات. eat cotton candy. ناخد another question، ناخد كمان سؤال تاني. هنا بيقول لي بقى write the words، هنا بيعملوا ايه هنا؟ see بيتفرجوا على a show، بيتفرجوا على العرض. see a show. طيب هنا بيعملوا ايه؟ have عشان هما جمع، lunch بيتناولوا الغداء. طيب هنا بيعملوا ايه؟ بيشتروا التيكت عشان يلعبوا في الملاهي، يبقى باي تيكتس. طب هنا بيعملوا ايه؟ ها ماسكين الكاميرا اهو بيعملوا ايه؟ تيك بيكتشرز. Now we will start lesson 3 practice time. دلوقتي بقى الجرامر بتاع النهارده مهم جدا، ان انت ازاي تحول الفيرب بتاعك من البريزنت في المضارع للباست في الماضي. فالنهارده هناخد بقى eat ate، eat ate. افتكروا هنا ate نفس الساوند بتاع رقم 8، عارف رقم 8 اللي هو ate، ناخد بالنا من الساوند بتاعتنا ان احنا عندنا eat الباست بتاعتنا اسمها ate، eat ايه. خدوا بالكم انها دي مهمة جدا. طيب عايزين نقول بقى هنا when won يفوز فاز، when won يفوز فاز، دي الفيربس اللي خدناها دلوقتي جوه الكويستشنز. go went يذهب ذهب، go went يذهب ذهب. see saw، see saw يرى رأى، هنا حرف الايه pronounced O، see so بس لما بكتبه بكتبه بالA، يبقى see so يرى رأى.
have had، يتناول تناول، have had. وهذه هنا بتيجي مع كل pronouns المفرد والجمع، لكن have في البريزنت المضارع بتيجي مع الجمع بس، والمفرد has، لكن في الباست في الماضي بيجي مع كل pronouns مفرد وجمع. buy boat، buy boat، جي اتش سايلنت، يشتري اشترى، يشتري اشترى، جي اتش سايلنت. take took، take took، يأخذ أخذ، يأخذ أخذ. خدوا بالكم بقى دلوقتي احنا عايزين ناخد النيجاتيف، انا عايز اعمل بقى ايه، هيجي لي هي بيكتشر زي دي، فبيقول لي ايه، they see، they saw a show، هم اتفرجوا على العرض. طب عايز بقى انفي، اقول لا هم ما تناولوش الغداء في الصوره دي، يعني انا دلوقتي بقول ايه، هم بيتناولوا الغداء، بقول له لا هم ما كانوش بيتناولوا الغداء، ده هم في الصوره دي كانوا بيتفرجوا على الشو. يبقى they saw a show في الباست، عايزه انفيها بقى they didn't have lunch. ملاحظين ايه بقى، ان هو الكلام بتاعي في الباست بنفي الفيرب بتاعي didn't، يبقى did not او didn't بتنفي الفعل بتاعي في الباست. لم ياكل، لم ينام، لم ياخذ، لم يجري، لم كذا، يبقى حاجه في الباست بنفي ب didn't. وخدوا بالكم بقى ارجع الفيرب بتاعي اللي كان في الباست ده ارجعه تاني في البريزنت في المضارع، يعني عايز اقول هو ما اخدش صوره تيك اهو، ما اقولش بقى توك، لا زي didn't take a picture. طب عايز اقول هو ما شاهدش العرض، زي didn't see a show. رجعنا تاني الباست للبريزنت عشان في قاعده مهمه جدا بتقول لا ياتي فعلان متتاليان في نفس الزمن. يعني ايه يا ميس؟ يعني ما ينفعش اجيب ديد في الباست في الماضي واحط بعديها هاد، لا ما ينفعش. خلاص انا طالما جبت دي، يبقى اللي هيقرا السنتنس هيعرف ان السنتنس دي في زمن الباست، يبقى ترجع هاز هاد لهاد للهاف للبريزنت تاني، عشان ما يجيش ما ينفعش يجي فعلين ورا بعض في الباست. دي القاعدة دي مهمة جدا جدا، خدوا بالكم منها، هتجيلك في التشوز. هيقول لي they didn't space، واختار they didn't had، they didn't has، they didn't have. تختار have عشان بتيجي في البريزنت اللي هو المصدر بتاعك بتاع الفيرب، لازم يجي بعد didn't. خدوا بالكم النقطة دي مهمة جدا. هاو ناخد نظر بقى ايه اكزامبل، شي توك بيكتشر، هي هنا التقطت الصوره في الباست، خلاص خدت الصوره خلاص. شي ديدنت وين ا برايز، هي ما فازتش بالجائزه، يبقى انا عندي عايزه انفي فاز بالجائزه، ترجع وون لوين، ليه يا ميس؟ عشان في ديدنت. طيب وي هاد لانش، احنا تناولنا الغداء. وي ديدنت سي ا شو، الصوره اللي عندنا دي كانوا بيتناولوا الغداء، ما بيتفرجوش على عرض، يبقى رجعنا سو لسي، ليه مس؟ عشان في ديدنت. ركزوا كويس جدا في النفي في الباست. يو وون ا برايز، الجمله هي في الباست في الماضي، انتم فزتم بالجائزه. يو ديدنت تيك، ما قلناش توك، تيك. He went on a ride في الباست اهو، يبقى he didn't drink، ما قلناش drank، قلنا drink. ليه مس؟ عشان في didn't في الباست، ما ينفعش يجي باست تاني بعديها، فبنرجع ده في الانفينيتيف في المصدر. كده احنا خلصنا مع بعض ليسن 1 وليسن 2 وليسن 3 بالاكسرسايز بتاعتنا. ان شاء الله الفيديو الجاي هنخلص اليونت وناخد مور اكسرسايزز وناخد هوم وورك. ربنا معاكم ان شاء الله. ركزوا بقى كويس جدا في اليونت، واحفظوا الكلمات، واحفظوا السنتنس، وراجعوا على الجرامر، وحلوا مور اكسرسايزز. ربنا